ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم على المميزات المثالية للمركبات الأوروفموية اللي هي عاملة زي الأفلام اللي بتمتص دي، واحنا معلش اضطرينا للتوقف. بنتكلم في الأول على إنه بيكون طعمها جيد، وزي ما ورينا لحضراتكم المثال بتاع المصاي التكنو إنه هو فيلم صغنن كده طعمه مسكر ومقبول في طعمه. يجب ان تكون الادويه مقاومه جدا للرطوبه وقابله للذوبان في الفم، طبيعي اما احطها لازم تدوب بدوس ومنتهى السرعه. يجب ان تكون لديها مقاومه التوتر المناسبه، يجب ان يكون متعينا في تجويف الفم في درجه الحموضه، يجب ان يكون قادرا على اختراق الغشاء المخاطي للفم طبعا عشان يمتص، يجب ان يكون قادرا على احداث تاثير سريع. مقارنه بالجرعات الاخرى، يعني مقارنه بجرعات الادويه الاخرى، هو عملي لا يحتاج لاستخدام ميه، زي ما شفنا مش محتاجين نبلع وراه ميه، ممكن استخدامه بامان حتى عندما لا يكون الوصول للميه ممكن مثل السفر. يعني ممكن انا اكون مسافر وجه ميعاد الجرعه دي، بروح مطلع الفيلم وحطه على لساني او حطه على خدي او حطه تحت اللسان على حسب طريقه الاستخدام بتاعتي، ويبقى الموضوع سهل ولا محتاج بقى اشوف ميه ولا ازازه فيها ميه ولا استلف ميه من حد. ده يوجد خطر الاختلاط، مفيش خوف من الاختلاط مع الناس اللي هم بيبقوا حالتهم حساسه زي كبار السن، زي مرضى الامراض العقليه، زي الناس اللي بيعانوا من صعوبه في البلع، وزي الاطفال. ده يوجد خطر الاختلاط. طبعا فيها تحسين للاستقرار، كل ده مقارنه بالجرعات الفمويه الاخرى اللي هي الكبسولات والاقراص والحاجات دي. سهل التطبيق، سهوله التطبيق على المرضى العقليين وغير المتوافقين. لا يوجد اي بقايا في الفم بعد الاستخدام، بنستخدمه ما يبقاش في اي بواقي في الفم، يتجاوز الجهاز الهضمي وبالتالي بيزيد من التوافر البيولوجي. ما بنتعرضش ان هو بقى ينزل على الفيرست باس ميكانيزم والهضم والكلام ده، لا هو بيمتص في الفم. جرعه منخفضه واثار جانبيه منخفضه، يوفر جرعه اكثر دقه عند مقارناتها باشكال الجرعات السائله. طبعا لان دواء الشرب انا ممكن اخد معلقه تبقى مليانه قوي مش مليانه قوي، عشان كده بعض الدكاتره بيلجأوا ان هم يقولوا لامهات الاطفال انهم يستخدموا السرنج عشان يكون في دقه في الجرعه. هنا طبعا بيكون في دقه الجرعه، هو فيلم بيتحط في اللسان على اللسان وخلاص، لا حاجه للقياس، مش محتاجين نقيس بقى بسرنجه او بحاجه زي ما قلنا، وهو عيب مهم في اشكال الجرعات السائله. بيفسر الكلام اللي احنا قلناه، يترك شعور جيد في الفم، يتوفر بدايه سريعه للتاثيرات في الحالات التي تتطلب تدخل عاجل، على سبيل المثال النوبات التحسسيه زي ربو الامراض داخل الفم، وبيحسن معدل، طبعا لو الحالات اكثر خطوره بنحتاج لحقن. يحسن معدل الامتصاص وكميه الادويه، يوفر توفرا حيويا معززا للادويه الاقل قابليه للذوبان في الماء، خاصة عن طريق اعطاء مساحة سطح كبيرة مع الذوبان السريع، لا يمنع من اداء الوظائف الطبيعية زي التحدث والشرب. يعني انا ما ببقاش باخد الجرعة وبعد كده مثلا في بقي طعم مسكر، في باقي بقي فتافيه، باقي اي حاجة، لا بنلاقي حضرتك احنا بنحط الحاجة وتمتص لهذا الفيلم، بعد كده انا بقى عايز اتكلم، عايز ابلع حاجة بعد كده، الموضوع ما فيهوش اي مشكلة. يوفر إدارة الأدوية ذات الخطورة العالية في تجويز خلل في الجهاز الهضمي، لديه زي ما قلنا إن هو في أفلام للترجيع، ولديه سوق متوسع وتنوع في المنتجات، وممكن تطويره وطرحه في الأسواق خلال من 12 ل 16 شهر. طيب عيوب صناديق الاستثمار المتداولة، بتتطلب معدات هنا، يعني فيه عيوب في هذه المنتجات، زي ما الحاجة ليها مميزات لها عيوب. بيتطلب معدات خاصة للتغليف غير مناسب للأدوية اللي بتسبب تهيج في درجة الحموضة الفموية وليست دائمة، لا يمكن إعطاء صورة جرعة صغيرة من الدواء، لكن أظهرت الأبحاث إنه يمكن على سبيل المثال يحتوي بنسبة من تصل ل 50% بالوزن، زيادة التركيز على 62.5 مللي جرام من شريط فيلم من السيمي سيكون، له طبيعة مصا للرطوبه، ولهذا السبب انه يسبب صعوبات في الحمايه على المدى الطويل، ممكن ان العبوه تفسد لو احنا حطيناها في مكان رطب، عشان الناس اللي هي بتاخد الحاجات وتحطها في الثلاجه على الفاضي وعلى المليان، حطيناها في الثلاجه هنبوظها. لا يمكن تطبيق هذه الطريقه الا على الادويه ان يتم امتصاص عن طريق الانتشار السلبي، طبعا لازم حاجه تكون مهيئه، ممكن تمتص عن طريق الفم، وبيتم حلها بسرعه في ان انهاء الجرعه غير ممكن.
يعني هنا بيبقى مش ممكن ان انا اوقف الجرعة او انا خدت الجرعة غلط ان انا هيحصل تراجع، لا هي بتبقى سريعة وهي بتتم وجودها بطريقة عن طريق اصدار فلاش، اصدار سريع، رقائق لاصقة مخاطية قابلة للذوبان، رقائق لاصقة مخاطية، و رقائق لاصقة ممتدة الإطلاق، رقائق لاصقة ممتدة الإطلاق بتتحط في الفم. نكمل المرة الجاية، مع السلامة.